بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هكمل معاكم شرح أوامر التعديل اللي هي إكسبلود و أوفسيت في برنامج الأوتوكاد. أنا لو عندي رسمة مرسومة بولي لاين بالشكل ده كده أهو، مثلا أي رسمة بالشكل ده، وعندي الرسمة دي زي ما شايفين الخطوط كلها مترابطه ببعض، وانا عايزه افصل الخطوط عن بعض. اعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق امر اكسبلود. انا هكتب له اي اكس بي ال او اكسبلود، اهي زي ما ظهرت لي. تمام، اول انا بختارها من فوق اهي موديفاي اكسبلود، وانا وقفت عليها كده. طيب انا هختار سيلكت اوبجكتس، هختار الشكل ده كده اللي انا عايزه اعمل له اكسبلود، فادوس بيمين الماوس انتر. عمل لي كل خط لوحده اهو، شايفين كل خط لوحده، ادي امر اكسبلود. طيب هنيجي عند امر اوفست. انا عندي لاين وعايزه اعمل خط تاني على بعد معين، على بعد مثلا 5. بعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق امر اوفست، او ان انا بكتب في كوماند تحت او اف من الكيبورد فبيظهر لي اوفست بالشكل ده كده. انا عايزه ابعده قد ايه؟ هقول له ابعده مثلا 5 زي ما انا قلت، واجي اختار السيلكت اوبجكتس اهو عملهولي 5 زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عايزه ابعد الخط ده تاني اهو، شايفين 5 تاني بالشكل ده انا كده، او العكس انا كده عملت اوفست للخط وبعدته عن الاصلي ببعد 5. طيب هاجي بعد كده اقول له اوفست التاني، شوف مع بعض، واقول له ثرو، واختار الخط ده كده. تمام، واجي ابعد الخط ده بيظهر لي دايمنشن زي ما احنا شايفين كده. باجي احدد الدايمنشن اقول له 160 مثلا اهو، البعد بتاعي انا عايزاه على بعد 160، يبقى ده كده عملته ثرو اهو. لو انا اخترت ده كده برضو هاجي مثلا هنا اقول له على بعد 120، عمل لي اوفست بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وادوس بيمين الماوس انتر. لو روحنا تاني عملنا اوفست، جبت رسمت لاين بالشكل ده كده تمام، وقلت له اوفست او من الكيبورد، وقلت له على بعد مثلا 60 اعمل الخط التاني تمام، واخترت الخط بتاعي. وانا عايزه اعمل 60 اكتر من خط. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق مالتي بل. انا خلاص اهو 60، بعدين اهو التاني، التالت، الرابع، الخامس، كل ده على بعد 60 تمام. يبقى ده بيسهل لي في عمل الاوفست. يبقى النهارده شرحنا امر اكسبلود وامر اوفست في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.